بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وفي البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الشيخ في موضوع الشفاعة، ففي هذا الحديث برواياته تحريم الغلول، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من غل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته. وهذا كما في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والغلول هو أن يأخذ من المال العام، يأخذ من المال العام ما لم يؤذن له فيه من قبل ولي الأمر، سواء كان ذلك في المغانم في القتال، أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، أو كان ذلك في الزكاة إذا جمع الزكاة فإنه يأخذ منها شيئا ولا يعطيها لمستحقيها،
أو كان ذلك من بيت المال العام لمصالح المسلمين، فإن كل هذا يعتبر من الغلول. حتى الهدايا التي تهدى للعمال على جباية الزكاة تعتبر من الغلول، ليس للجابي إلا ما يعطيه الإمام، أما أن يأخذ من المزكين من الناس هذا أمر كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. واستعمل صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية عاملا على الزكاة. ذهب الرجل في مهمته ثم جاء بالأموال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم خطب فقال: ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولانا الله عليه، ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا؟ فدل هذا على أن الموظفين الذين يقومون بالأعمال من قبل ولي الأمر لا يجوز لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يسمى غلولاً ويسمى رشوةً، فيه آفتان خطيرتان: الغلول والرشوة. فهذا أمر لا يجوز، ويجب على العامل، يعني الموظف، العامل ليس خاصا بالعامل على الزكاة، بل كل موظف فهو عامل، فيجب عليه أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب ولا يحوج المراجعين إلى أنهم يدفعون له شيئا من أجل أن ينجز أعمالهم، أو أن يتمالى مع المراجعين ليعطيهم حق غيرهم ويحيث معهم حتى يعطوه شيئا، وهذا يتناول القضاة ويتناول كل من استعمل على عمل من أعمال المسلمين. الواجب عليه أن يؤديه بأمانة وأن يقتصر على ما على الراتب الذي يعطى له في مقابل عمله، أو يقتصر على ما يعطيه له ولي الأمر في مقابل عمله. هذا هو الأمانة. قد تساهل كثير من أهل الأطماع ممن قل إيمانهم، تساهلوا في الرشوة، تساهلوا في الغلول، وصاروا يتسابقون إلى أخذ أموال الناس ويعتبرون الوظائف فرصة لأخذ أموال الناس لأجل إنجاز أعمالهم أو إعطائهم شيئاً لا يستحقونه، يعتبرون الوظيفة مغنماً، يستغلونه في ابتزاز أموال الناس. فالخطر عظيم، مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يفضح يوم القيامة والعياذ بالله، فيأتي بما غل فضيحة له ومشقة عليه، قد يحمل الأشياء الثقيلة، قد يحمل أشياء ثقيلة والعياذ بالله، يحمل البعير، هل أحد يستطيع يحمل البعير؟ يحمل البقرة، يحمل الشاة، قد يحمل الدراهم الكثيرة بالملايين يحملها على رقبته، قد يحمل الأراضي
التي أعطيت له رشوة أو هدية أو ما أشبه ذلك يأتي يحملها يوم القيامة فضيحة له. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والشاهد من الحديث أنه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لينقذه من هذا الموقف يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، يعني في الدنيا بلغتك في الدنيا أن هذا أمر محرم وأن هذا أمر لا يجوز، فعصيتني خالفت أمري وارتكبت نهي، فالآن أنا لا أملك لك من الله شيئا، كما قال لأقاربه في الحديث السابق: لا أملك لكم من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وقد بلغ البلاغ المبين، فلا عذر لمن يأتي يوم القيامة ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستغاثة طلب النجدة عند الخطر، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة أخص من الاستعانة. الاستعانة تكون في الأمور العادية، لكن الاستغاثة أخص، ما تكون إلا في الضرورات. والاستغاثة على قسمين: استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شرك أكبر يخرج من الملة، كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء في الذي لا يقدرون عليه، فالميت لا يقدر على شيء أصلا، وأما الحي فقد يقدر على بعض الأشياء وقد لا يقدر على بعض الأشياء مما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فيستغاث به في الدنيا وفي الآخرة أيضا، استغاثوا به في الآخرة إذا بعث الناس صاروا أحياء حاضرين، يستغيث مثل ما أهل الموقف جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله. فالاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه هذا أمر جائز في الحياة الدنيا وفي الحياة بعد الموت، أما الاستغاثة بالميت فهذا أمر لا يجوز، لأنه لا يقدر على شيء، الميت لا يقدر على شيء. فالاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنهم لا يقدرون على أن يغيثوا من أغاثهم، وإن كان القبوريون يزعمون أن لهم تصرفا في الكون وأن لهم جاها عند الله فيلجؤون إلى قبورهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه نوع من أنواع العبادة، ولا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا أملك لك من الله شيئا، هذا محل الشاهد أن الرسول لا يملك لهم شيئا وقد بلغهم، فليس لهم عذر، قد بلغهم صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك أن يخلصهم من هذا الموقف، هذا لا يقدر عليه إلا الله. وفي هذا رد على الذي يقول: يا أكرم الخلق
ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. الرسول لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، وإنما الذي يملك الأمور هو الله جل وعلا، بيده مقاليد السماوات والأرض. فلماذا ينسى العبد ربه الذي يملك كل شيء ويلجأ إلى المخلوق؟ إلا أن هذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان في الإنسان. وأيضا هذه حقوق الخلق، هذه اللي أخذتها في الدنيا من الزكاة أو من المراجعين أو من المتخاصمين، هذه حقوق الناس، وحقوق الناس ما تقبل الشفاعة، لا بد أن يسمحوا بها هم يوم القيامة، ما ينفع فيها شفاعة الشافعين، لأن حقوق المخلوقين فلا بد أن يسمحوا هم عنها. وفي يوم القيامة ما يسمح أحد عن أحد، لأن الناس يكونون في كرب وفي شدة وبحاجة إلى ما ينقذهم، فلا يسمح أحد عن أحد يوم القيامة، كل يطالب بحقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن فنيت حسناته أو لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه، طرح في النار. فحقوق العباد لا بد أن تؤدى إليهم أو أن يسمحوا بها. في يوم القيامة ما أحد يسمح عن أحد، حتى أقرب الناس إليك ما تسمح له، لأنك بحاجة أنت لتنتقل من النار. فالموقف خطير جدا. ولو يتذكر هؤلاء الذين يبتزون أموال الناس بحكم مسؤوليتهم ووظائفهم، لو يتذكرون هذا الموقف لتركوا هذا الأمر الفظيع، تخلصوا منه اليوم، ومن كان عنده شيء منه يتخلص منه اليوم، يرده على صاحبه أو يطلب منه المسامحة قبل أن يتورط بالموت، ثم لا يستطيع حين ذاك التخلص. فهذا أمر له أهميته، وقد تساهل فيه الناس. لقد كثر من يسأل عن القائمين على توظيف الناس والنساء والرجال أنهم ما يوظفون أحد حتى يدفع لهم مبلغا من المال، فيبيعون الوظائف على الناس، واشتهر هذا. أو النقل من مكان إلى مكان، يقول له هات لي مبلغ كذا وكذا وأنا أنقلك، هذه رشوة صريحة، وهذا غلول والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يدخل هذه المداخل التي يتورط بها يوم القيامة ولا يستطيع التخلص. أشرف الخلق وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويقول: لا أملك لك من الله شيئا. ثم في قوله لا أملك لك من الله شيئا، كما سبق، فيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويمزلونه منزلة الرب، وأنه يملك الأشياء، وأن المخلوقات ما خلقت إلا من أجله، ما خلقت إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك كل شيء، وأن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. ف
فجعل الرسول يملك الدنيا والآخرة، إذن ما بقي لله شيء، صار الدنيا والآخرة ملك لمحمد. وأيضا أنه يعلم الغيب وما في اللوح والقلم، يعلمه صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو والعياذ بالله الذي أفضى به إلى الشرك الأكبر، مخرج من الملة. الرسول بشر، رسول بشر لا يملك شيئا، إنما يملك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأن يؤدي ما عليه من البلاغ عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتخذ إلها مع الله، أو أن الله ينسى ويجعل الرسول هو الذي يتصرف وهو الذي يطلب منه المغفرة ويطلب منه الحوائج وهو ميت صلى الله عليه وسلم، وينسى الله جل وعلا، هذا هو الغلو الذي أوقع النصارى بأن قالوا المسيح ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو هو الله المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا من الغلو والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله. فلا يجوز الغلو في المخلوق ولو كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يغلى فيه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فليس هؤلاء القطعان من الناس الذين يلجؤون إلى القبور ويصرفون لها أنواع من العبادة، ليتهم يعلمون هذا الأمر ويبلغون بهذا الأمر ويناصحون، لعل الله أن يمن على من يشاء منهم بالتوبة، لأن قد يكون منهم من هو مغرر به، من هو جاهل، ومن هو مقلد، فهؤلاء يتحملهم صنفان: يتحملهم العلماء الذين لم يبينوا لهم، ويتحملهم الذين أغروهم بهذا الشيء ودعوهم إليه، ولن ينفعوهم يوم القيامة. نعم. وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حينما يشفعون عند الله بالشروط المذكورة في القرآن، وهي الإذن من الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، حينما يشفعون لا يملكون من الله شيئا، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، إن شاء قبل شفاعتهم وإن شاء لم يقبل، فهم لا يفرضون على الله جل وعلا شيئا، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يشفع سبب، إنما هو مجرد سبب، وأما أنه يحصل المقصود فهذا بيد الله سبحانه وتعالى كسائر الأسباب. فلا يعتمد على المخلوق في أنه يحصل لهم ما يريدون ويحقق لهم ما يطلبون، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. واتخاذ الأموات شفعاء هذا ليس من الأسباب، هذا ليس سببا مشروعا، بل هو سبب باطل، ليس من الأسباب. لا يجي واحد يقول: أنتم تقولون هذا من الأسباب فأنا أدعو الميت من باب الأسباب. نقول: لا، الميت، دعاء الميت ما هو بسبب. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.
ولا ينبئك مثل خبير. فالميت دعاؤه ليس سببا، طلب الشفاعة منه ليس سببا من الأسباب، هذا ممنوع. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. إنما الذي يملكه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، هو الدعاء والشفاعة المشروعة بالشروط، هذا هو الذي ملكه الله إياها، وهي سبب من الأسباب. أما تحصيل النتيجة فهي بيد الله عز وجل، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا دليل على أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، يعملون بمقتضاها أهل التوحيد. فالمشرك لا تقبل فيه الشفاعة، لا تقبل في المشرك شفاعة بتاتا، والكافر والملحد لا تقبل فيه شفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أم اتخذوا من دونه شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلا تكون الشفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فقول إبراهيم عليه السلام لأبيه لأستغفرن لك، ثم قال ولا أملك لك من الله شيئا، هذا دليل على أن الاستغفار مجرد سبب، قد ينفع وقد لا ينفع. وقد بين الله أن دعاء أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان قبل أن يعلم إبراهيم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه عليه الصلاة والسلام. واستثنى الله كما سبق أن نقتدي بإبراهيم في ذلك، قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني فلا تتخذوه قدوة في ذلك، إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك. لا يجوز الاستغفار للكافر الذي مات على الكفر، ولا المشرك الذي مات على الشرك الأكبر، لا يجوز الاستغفار. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين. نافعة في الدنيا والدين بإذن الله جل وعلا، بإذن الله، ما تنفع مجرد من دون إذن الله، لا بد من إذن الله جل وعلا. نعم. وكذلك شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات، متفق عليها بين المسلمين. وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها. الشفاعة المشروعة التي تتوفر فيها الشروط: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع فيه. هذه أنواع، منها أنواع خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنواع مشتركة بينه وبين غيره. فالأنواع الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم: أولاً شفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ويتميز به على الخلق يوم القيامة. ثانياً الشفاعة لمن دخل الجنة في رفع درجاتهم، في رفع درجاتهم، أو شفاعة لهم في زيادة ثواب أعمالهم، هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أما الشفاعة الأولى وهي المقام المحمود فهذه لا ينكرها أحد من أهل القبلة، لا ينكر أحد الشفاعة العامة. وأما هذه الشفاعة وهي شفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة إلى درجات أعلى منها، أو شفاعته في الزيادة في ثوابهم، فهذه جمهور المسلمين يثبتونها. ويقول الشيخ: وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرونها، ففيها خلاف ضعيف، فيها خلاف ضعيف. نعم. وأما الشفاعة التي يشترك هو وغيره فيها فهي الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين من الموحدين، هذه لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هو يشفع والأنبياء يشفعون والأولياء والصالحون يشفعون والأطفال أطفال المسلمين الذين ماتوا على قبل بلوغهم يشفعون وهم الأفراط، فهي شفاعة مشتركة. وهذه الشفاعة وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمبتدعة، والخلاف فيها مشهور بين أهل السنة والمبتدعة من الخوارج والمعتزلة، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر مع أن الأحاديث فيها متواترة، فهم ينكرونها ويقولون: من دخل النار لا يخرج منها، ويقولون: إن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك كافر، كفرون بالكبائر التي دون الشرك، وبناء على ذلك فإنه لا شفاعة فيه والعياذ بالله. ولا شك أن هذا ضلال مبين وإنكار لما تواترت النصوص بإثباته، فهو ضلال مبين من الخوارج، والخوارج جمع خارجي، والمراد بهم الذين خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على ولاة الأمور، خرجوا على عثمان وقتلوه، خرجوا على علي بن أبي طالب وقتلوه، وخرجوا بعد ذلك ولا يزالون يخرجون على ولاة الأمور، هؤلاء هم الخوارج. وأيضا الخوارج الذين يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقتلون المسلمين بناء على مذهبهم الباطل، على أن المسلمين كفار فيقتلونهم، كما هو مشاهد من أفعال الخوارج ومن تتلمذ عليهم أو تأثر بهم أو قرأ كتبهم. ولا تظنون أن الخوارج انقطعوا، لا ينقطعون، ويخرجون في مختلف الأزمان، يخرجون بين كل فترة وأخرى، هو مذهب باطل. وأول من قام بذلك الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: اعدل فإنك لم تعدل. جاء والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في حنين، وهو ذي الخويصرة التميمي، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم لما ولى الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا، يعني على شكله، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون صيامكم إلى صيامهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وفي رواية: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس صياما وصلاة وعبادة وتلاوة للقرآن
لكن الغلو والعياذ بالله أفسد عليهم أعمالهم، لأنهم كانوا على جهل ولا يقبلون العلم. المشكلة أنهم ما يقبلون العلم، نصحوا وبين لهم لكن لم يقبلوا، ولا يزالون على هذا النمط، ما يقبلون توجيه ولا يقبلون العلم، ويظنون أن الناس ما يفهمون، والفهم خاص بهم هم ومن يقلدونه. وهذا من كيد الشيطان لهم، سول لهم وأملى لهم، فهم لا يزالون في كل وقت يعتزلون عن العلماء ويتخذون من رؤسائهم ومن قرائهم ومن من يدعي العلم مفتيا لهم ومنظرا لهم، وينحازون عن المسلمين ويصبحون ضررا على المسلمين وخطرا على المسلمين في كل زمان ومكان. كفى الله شرهم، ونبه شباب المسلمين إلى خطرهم، ووفقهم للابتعاد عن خططهم وبرامجهم، لأنهم يتصيدون شباب المسلمين الآن، يتصيدونهم ويلقون في أذهانهم هذا المذهب الخبيث، وأن الناس ليسوا على شيء، وأن العلماء مداهنون، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم لا يفهمون الأمور، ويلقون في أذهان الشباب هذه الأمور. فالشباب بحكم أنه شاب ما عنده قوة عقلية ولا عنده، فإنه يقبل هذه الأفكار، ولذلك يحرصون على الشباب بصفة خاصة، ويحرصون على الجهال أيضا من البادية وغيرهم بصفة خاصة، لأنهم هم الذين يقبلون البذر السيء، لأنهم تربة يعني قابلة لما يلقى فيها من خير أو شر، لما يلقى فيها من خير أو شر. الشاب لا يزال تربة قافلة، إن ألقيت فيه بذورا طيبة أنتج نتاجا طيبة، وإن ألقيت فيه بذورا خبيثة أنتج نتاجا خبيثا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالواجب على الشباب وفقهم الله، شباب المسلمين، أن يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يعلموا أنهم مقصودون، وأن دعاة الضلال يتخطفونهم ويغرونهم، يغرونهم بأشياء، بالمال، بطلب الأجر، بالجنة، حتى الجنة ملك لهم، يقولون أنت في الجنة، تبي الجنة تعال معنا، وعلى طول أنت في الجنة. وهذا ظاهر من مذهبهم والعياذ بالله. فالواجب الحذر من هؤلاء والتحذير من هؤلاء، وهذا يوجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم، على العلماء أن يقبلوا على طلب العلم وأخذه عن العلماء المعروفين بالعلم والرسوخ في الدين، أن يأخذوا العلم عنهم، ولا يأخذوه عن كل من هب ودب وتحمس وأظهر الغيرة للإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقبل منه هذا وهو غير معروف. من أين جاء وأين تعلم ومن وعن من تتلمذ؟ لابد من هذه الأمور، خصوصا في هذا الزمان، لأنه التبس الحق بالباطل الآن. دعاة الضلال صار لهم إمكانيات الآن لم تكن موجودة من قبل، صار لهم إمكانيات وتصل إلى الشباب بسرعة من وسائل خاصة بهم. فالخطر شديد الآن على شباب المسلمين، فعليهم جميعا أن يتنبهوا لهذا الأمر، لئلا يقعوا فريسة لهؤلاء الدعاة الضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فهم ينكرون الشفاعة، هذا من مذهبهم الباطل، بناء على أن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر لا تنفع فيه الشفاعة، ويقولون إن من دخل النار لا يخرج منها. من قال إن من دخل النار لا يخرج منها؟ يخرج منها بشفاعة الشافعين وبكرم الله وعفوه سبحانه، ما دام عنده أصل التوحيد وأنه ليس بكافر، فهو وإن عذب في النار
فلا يخلد فيها، لا يخلد فيها. استدلوا بآيات سيأتي أن المصنف رحمه الله ذكرها ثم رد عليها. نعم. وأما شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب من أمته فمتفق عليها بين الصحابة والتابعين بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم. سائر أئمة المسلمين الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء الأئمة الأربعة، وسائر أئمة المسلمين من غير الأربعة كالأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وأئمة كثيرون، لكن الذين اشتهروا وبقيت مذاهبهم الفقهية هم هؤلاء الأربعة رحمهم الله. نعم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والزيدية. البدع جمع بدعة، وهي ما أحدث في الدين، البدعة ما أحدث في الدين مما ليس منه، هذه البدعة، لأنها شيء محدث، البدعة ما أحدث، فالمحدث يسمى بدعة أو ابتداع، الذي لم يسبق له مثيل. فما أحدث في الدين مما ليس منه، يعني لم يدل عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كل ضلالة أي في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذه هي البدعة. فكل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو ضلالة، وهي تختلف، منها ما هو كفر، ومنها ما هو كبيرة، ومنها ما هو ذنب معصية. البدع تختلف، ليست على حد سواء، لكن كلها ضلالة. فالذي يقول إن البدع خمسة أقسام، منها شيء حسن ومنها شيء غير حسن، هذا التقسيم من عنده، وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فهذا يقول: لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة، وهذا موجود في بعض الكتب، وهذا غلط. وإن قال به من قال ممن هو معتبر في العلم، فكل يخطئ ويصيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، فهو يقول: لا، هناك بدعة حسنة. هذا رد على الرسول صلى الله عليه وسلم. يمثلون بأمثلة، إذا رأيتها عرفت أنها ما هي من البدع، وإنما هي من السنن أو تابعة للسنن، فليست محدثة في الدين. يقولون مثل بناء المدارس، بناء المدارس هذا جاء الإسلام بتعليم العلم، وهذه وسيلة من وسائل التعليم، هذه وسيلة من وسائل التعليم، والإسلام جاء بتعليم العلم النافع ونشره بين الناس. قالوا: نقط المصاحف والتعشير، وهذا أيضا من بيان القرآن، تعليم القرآن، وهذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب. فهذه ليست بدعا، لأنها تابعة للسنن، تعليم القرآن مطلوب، وهذا النقط والشكل في القرآن هذا محدث، نعم محدث، لكنه تابع لتعليم القرآن، فهو وسيلة لتعليم القرآن، وسيلة لتعليم القرآن. وكل شيء يذكرون أنه بدعة حسنة نقول: لا، هذا ما هو بدعة حسنة، هذا داخل في الدين، ووسيلة إلى تحقيق
شيء جاء به الدين فهو ليس بدعة، هو من الاستعانة على إحياء السنن، ومن الاستعانة على إحياء السنن. أمر مباح يستعان به على إحياء سنة، فكيف يكون بدعة؟ قالوا إن عمر قال في التراويح نعمة البدعة هذه، عمر لا يقصد أن التراويح محدثة لأن الرسول فعلها، فهي ليست بدعة، الرسول فعلها بأصحابه ليالي وحث على قيام رمضان، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، وقال صلى الله عليه وسلم التراويح بدعة ولم يحدثها عمر، إنما الذي فعله عمر أنه جمع الناس على إمام واحد وكانوا متفرقين في الأول، فجمعهم على إمام واحد وكانوا مجتمعين على خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ليالي، صلاها بهم ليالي جماعة عليه الصلاة والسلام، لكنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع، فلم يخشى أن يفرض عليهم شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما عمر أحيا ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور انتهى، فأعاد الرسول أعاد عمر رضي الله عنه ما كان على عهد الرسول، لم يبتدع شيئا. أما قوله نعمة البدعة، هذه المراد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية. فمثلا السيارات الآن هذه محدثة بدعة، هذه بدعة، والمباني الحديثة والإسفلت والطرقات هذه كلها ما كانت موجودة من قبل، هذه ليست من الدين، هذه من أمور الدنيا، فلا يقال إنها بدعة، بل هذه من المنافع التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فليست من الدين وإنما هي من المباحات، والانتفاع بما خلق الله لنا في هذا الكون من المنافع، لكن كان من قبل ما عثروا عليه، وعثر عليه العالم المتأخر، ألهمهم الله العثور عليه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، فهو ليس بدعة شرعية وإنما هو بدعة لغوية، ليست من البدع الشرعية. فقول عمر نعمة البدعة يعني جمعهم على إمام واحد، إنه شيء ما اعتاده الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو جمعهم. فبعض الناس استشكل هذا فقال إن كان هذا بدعة فنعمة البدعة، مع أن هذا ما هو بدعة، هذا سنة، إحياء سنة، يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فهذا هو موجز ما يتعلق بالبدع والمحدثات. نعم. وأنكرها كثير من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. أما المعتزلة فإنهم الذين اعتزلوا أهل العلم، طائفة اعتزلوا أهل العلم من الصحابة والتابعين وانفردوا في مجالس خاصة لهم، وأول من فعل ذلك واصل بن عطاء الغزال الذي كان من تلاميذ الحسن البصري إمام التابعين رحمه الله، لما سئل في الحلقة عن حكم مرتكب الكبيرة، سئل الحسن رحمه الله عن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، فقال هو مؤمن ناقص الإيمان وليس بكافر. فقال واصل أنا لا أقول مؤمنا ولا أقول كافرا، أقول هو في المنزلة بين المنزلتين، فأحدثوا المنزلة بين المنزلتين، هذه خاصة بالمعتزلة، وهي محدثة، بدعة محدثة، ما فيه منزلة بين المنزلتين، ما فيه أحد ليس بمؤمن ولا كافر، الإنسان إما أن يكون مؤمنا وإما أن يكون كافرا، مؤمنا كامل الإيمان أو مؤمنا ناقص الإيمان، وإما كافر. الله جل وعلا يقول
هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولم يقل ومنكم من هو لا كافر ولا مؤمن في المنزلة بين المنزلتين. فهذه بدعة أحدثها المعتزلة وجعلوها من أصولهم التي يقررونها، وهي باطلة، وهي باطلة. ينكرون الشفاعة، يشاركون الخوارج في إنكار الشفاعة في أهل الكبائر، لأنهم ليسوا مسلمين عندهم وليسوا كفاراً، فلهم في المنزلة بين المنزلتين كما يقولون. نعم. والمعتزلة والزيدية، الزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسين، وهم طائفة من الشيعة. الزيدية طائفة من الشيعة الذين تشيعوا لأهل البيت، وهم ينتسبون إلى زيد بن علي بن الحسين فسموا بالزيدية. نعم. فقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. نعم. وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج. هؤلاء الفرق الثلاث، الخوارج والمعتزلة والزيدية، قالوا إن من يدخل النار لا يخرج منها. نعم. من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرها. وعندها هذا من جهلهم، هذا من جهلهم، أنكروا المتواتر. نعم. وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار، ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة، لا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب. أما من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار، هذا نعم، من يدخل الجنة فإنه لا يدخل النار. أما العكس وهو من يدخل النار لا يدخل الجنة، هذا باطل، هذا باطل، وجحود لما تواتر في النصوص من إخراج أقوام من النار من أهل الإيمان أصحاب الكبائر. نعم. ولا يجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب وعقاب، وهذا باطل أيضا، بل يجتمع في الشخص ثواب وعقاب، يثاب على الطاعة ويعاقب على المعصية. هم يقولون لا، إما أنه يثاب فقط أو يعاقب فقط. النصوص دلت على أنه يجتمع في الشخص، يجتمع فيه ثواب وعقاب، يجتمع فيه طاعة ومعصية، يجتمع فيه الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر مع الإيمان، إنما لا يجتمع مع الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر المخرج من الملة. فهذا من جهلهم، وأنهم لم يتلقوا العلم عن العلماء، فاحذروا أن تسلكوا هذا المسلك، وأن تتلقوا علمكم عن الأصاغر أو عن المتعالمين أو عن أهل الضلال الذين يظهرون لكم النصيحة والمحبة وهم يريدون أن يضلوكم عن سبيل الله. نعم. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة. تواترت الأحاديث الصحيحة في إثبات الشفاعة في أهل الكبائر، والمتواتر هو ما يرويه جماعة عن مثلهم من بداية السند إلى نهايته، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جماعة عن جماعة من بداية السند إلى نهايته تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا هو المتواتر، وهو يفيد العلم اليقيني. وأن هذا نوع. النوع الثاني، وهذا يسمى المتواتر القطعي. النوع الثاني المتواتر المعنوي، متواتر معنوي بمعنى أن النصوص ترد في شيء وتتكاثر فيه، وإن اختلف لفظها لكن معناها متحد، فهذا يسمى بالمتواتر المعنوي، وهو أقل درجة من المتواتر اللفظي، لكنه متواتر، يسمى المتواتر المعنوي.
نعم. وأما الصحابة والتابعين، المتواتر القطعي هو ما تواتر لفظه ومعناه، وأما المتواتر غير القطعي وهو التواتر المعنوي فهو ما اتفق معناه واختلفت طرقه وألفاظه. نعم. وأما الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم، يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوما بلا شفاعة. يخرج الله أهل الإيمان من النار، أهل التوحيد، ما دام عندهم التوحيد ولم يخرجوا عن التوحيد ولم يشركوا بالله شيئا لكن عندهم كبائر فهم يخرجون من النار ولا يخلدون فيها، هذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فمنهم من يخرج بشفاعة الشافعين، الله يأذن للشافعين في أن يشفعوا فيهم فيقبل الله شفاعتهم، ومنهم من يخرجه الله بدون شفاعة بل بمنه وفضله لأنه من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد فيخرجه بدون شفاعة بل بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى لأنه من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. نعم. يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج آخرين بشفاعة غيره، ويخرج قوم بلا شفاعة. نعم. واحتج هؤلاء المنكرون للشفاعة، يمكن نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الكلمات: بعير له رغاء، وفرس له حمحمة، وشاة لها ثغاء، رقاع تخفق، نفس لها صياح؟ شيء فشيء، ما أظن أحد منكم يجهل رغاء البعير، ولا أحد منكم يجهل ثغاء الشاة أو البقرة لها خوار، ما أحد منكم يجهل هذا، أنتم عرب، عرب فصحاء، أحد منكم يجهل هذا؟ وش غيره؟ فرس له حمحمة، حمحمة الفرس، صهيل الفرس، كلكم يعرف هذا. نعم. حتى العجم يعرفون هذا. نعم. رقاع تخفق، الرقاع والله أعلم الأموال التي إما ملابس وإلا أشياء. نعم. ونفس لها صياح، نفس لها صياح، قد يكون والله أعلم المراد به ما سبق من ثغاء الشاة ورواء البعير، ويعني كل ما له نفس وحياة، كل ما له نفس وحياة وله صوت، وقد يراد بالنفس النفس المقتولة بغير حق، أنه يأتي يوم القيامة ويقتص منه للقتيل يوم القيامة، وأول ما يحكم يوم القيامة بين الناس في الدماء. نعم. وقوله: يجيء يوم القيامة على رقبته صامت. صامت هو الذي ليس له صوت، مثل الذهب والفضة والثياب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ترك الصلاة تهاونا فهل يخلد في النار أم يخرج بشفاعة؟ هذا بناء على الخلاف الذي يتركها تكاسلا، هل هو يكفر كفر الأكبر؟ هذا لا يخرج من النار، أو المراد الكفر الأصغر فهذا يخرج من النار بالشفاعة، فهو مبني على الخلاف في هذا، والصواب والصحيح أن القول الأول أنه يكفر الكفر الأكبر، بناء على ذلك فإنه لا يخرج من النار. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الصحيح أنه لا يخرج من النار لأنه كافر الكفر الأكبر والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يطلق لفظ الخوارج على من خرج على ولاة الأمور فقط
أم على من جمع عقائد الخوارج الفاسدة من إنكار الشفاعة والتكفير بالكبيرة والخروج على ولاة الأمر؟ وماذا يطلق على من اعتقد بعض معتقداتهم فقط؟ من اعتقد بعض معتقداتهم فهو مثلهم، وإذا اعتقد كل معتقداتهم فهذا أشد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج إنهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية بأنهم كفار، وقوله لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، هل يدل هذا أيضا على أنهم كفار لأن قوم عاد كفار؟ نعم، يظهر هذا والله أعلم، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم الكفر الأكبر، والبعض الآخر يرى أنهم غير كفار وأنهم ضلال وأهل ضلال والعياذ بالله، ولا يكفرونهم. والمروق من الدين يختلف، قد يكون مروق كفر وقد يكون مروق فسق دون الكفر. نعم. وأما قتل الخوارج قد يكون قتلهم لأجل كفرهم كما يقتل الكافر، وقد يكون قتلهم من أجل إفسادهم في الأرض، من أجل إفسادهم في الأرض كفا لشرهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت أحدا من الخوارج في طريق فهل لي أن أقتله؟ لا، ما يجوز لك تقتله، هذه فوضى، إنما اللي يقاتلهم ولي الأمر كما قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلهم الخلفاء من بعده، فلا يقاتل الخوارج ولا غير الخوارج أفرادا أو جماعات إلا بإذن ولي الأمر، هي بالمسألة فوضى. نعم. إذا قتلته قتلك أو قتل أخاك أو أباك صارت فوضى المسألة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مع ظهور الخوارج ووجود خطرهم إلا أن ذلك أثر نتيجة عكسية على بعض المسلمين حيث مالوا للإرجاء وللتساهل في الدين، فهل من كلمة في ذلك وفقكم الله؟ كلاهما مذهب باطل، الإرجاء والخروج، والحق هو الوسط الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل، هذا هو الحق وهو الذي عليه، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي عليه المسلمون لا يزالون ولله الحمد، ما لا يزال على الصراط المستقيم من المسلمين من تقوم به الحجة على الخلق، فلا إفراط ولا تفريط. نعم. كلاهما ضال، لا المرجي ولا الخارجي. نعم. وخارج عن الصراط المستقيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقرأ في بعض الصحف إعلانات يقولون ادفع كذا من المال ونقوم بالبحث عن وظيفة لك، فما رأي فضيلتكم في هذا مع أنني قد سمعت أن أحدا من إخواننا المسلمين قد وجد وظيفة بهذه الطريقة، فهل ذلك جائز؟ الواجب عليكم أن تجمعوا هذه الإعلانات وأن ترفع لولاة الأمور، هذا معناه أنهم يبيعون الوظائف والأعمال، وأن الوظائف ملك لهم يوظفون من يشاءون، لا بحسب الكفاءات ولا بحسب الشهادات، فإذا كان صحيحاً ما تقول فاجمعوا هذه الأوراق وترفع لولاة الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغاً من المال. يدفع لي إيش؟ يقول هناك أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغاً من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي، فهل هذا من الرشوة؟ أعد السؤال. يقول يوجد أخ لي في دار المعاقين وأنا أدفع للممرضة مبلغاً من المال في فترات مختلفة لكي تقوم برعاية أخي، فهل هذا من الرشوة؟ هذه رشوة صريحة، لأن هذه موظفة تقوم على أخيك وعلى غيره، إذا أعطيتها انصرفت عن الآخرين وجت لأخوك، أو أنه تعتاد هذا الشيء فلا تخدم إلا من يدفع لها شيئاً ويفسد على الثانيين، هذا لا يجوز، هذه رشوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في غير هذه البلاد عندما يريد الواحد للذهاب إلى بلده لصلة رحمه تقف في وجهه نقاط التفتيش وتقول له ادفع رشوة ولو شيئا قليلا ثم يذهب، وإذا لم يدفع فإنهم يعطلونه الساعة والساعتين أو أكثر حتى يلحقه العنة والمشقة، وربما أنزلوا جميع عفشه، فهل يسوغ له دفع الرشوة للخروج من هذا العنت؟ الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش وهو الساعي بينهما، فلا يتساهل فيها. وهؤلاء بإمكانك ترفع بشأنهم إلى ولاة الأمور هناك، ترفع بشأنهم إلى من وظفهم وجعلهم في هذا المكان، وإذا لم تقدر اسأل العلماء في البلد الذي فيه هذه الآفات، أما نحن ما نتدخل في هذا. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ، أنا في دولة كافرة ولا أستطيع أن آخذ حقي إلا عن طريق الرشوة، فهل يجوز لي ذلك؟ هذا مثل الجواب اللي قبله، سواء، اسأل أهل العلم في بلدك هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أعمل في الصغر عند أناس أغنياء، وكنت أجد بيضة الدجاج فأخذها منهم وهم لا يعلمون، وأشتري بها أشياء وأنا جاهل بالحكم في ذاك الوقت، والآن قد ماتوا ولهم ورثة كثر، فماذا يلزمني الآن وأنا لا أعلم عدد ما أخذت من البيض؟ على كل حال هذا لا يجوز، وتقدر ما أخذته، تجتهد في تقديره وتحتاط، تدفعه لورثتهم، فإن لم تجد لهم أحدا ولا تدري وينهم، ولا تصدق بهذا المال على أن ثوابه لهم وأن تخلص منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ هل يجوز ذلك؟ إيش؟ يقول هل لي أن أرد مظالم الناس عن طريق الصدقة عنهم أو الصلاة عنهم؟ كيف يرد مظالم الناس؟ يعني إذا ظلمت أحد وأخذت ماله، مثل ما سبق في الجواب اللي قبل هذا، أنك إن علمته أو علمت قريبه أو وارثه ترده عليه، وإذا لم تعلم فإنك تتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقه، وأما الصلاة لا، لكن الدعاء تدعو لهم. نعم. أما الصلاة ما يصلي أحد عن أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأفضل للمظلوم أن يحتفظ بحقه ليوم القيامة ولا يسامح خصمه في الدنيا لأنه سيكون بحاجة للحسنات يوم القيامة، أم أن الأفضل المسامحة؟ من عفا وأصلح فأجره على الله. الأفضل المسامحة والعفو. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قدم الطالب لمعلمه في نهاية العام أو عند انتقال المعلم من المدرسة إلى مدرسة أخرى، قدم له درعاً مكتوباً عليه بعض كلمات الشكر والثناء على ما قدم المعلم خلال الفترة السابقة، هل يجوز ذلك؟ الدرع هذا ما فيه فائدة، وش الفائدة منه؟ زود ثقل يشيله معه، ما أشوف فيه فائدة، هذا من العادات والتقاليد اللي ما فيها فائدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، إنسان درع يلبسه هذا ما يجوز لأنه رشوة، أما إن كان أنه درع حصاة ينقله ولا حجر ولا لوحة، شو الفائدة منها؟ أنت كلفته الآن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة. نعم. أنا إمام مسجد وتأتيني زكوات وعلي ديون كثيرة، فهل لي أن أخذ منها لسداد ديوني لأنها كانت في علاج وقد أثقلت كاهلي، مع العلم كانت لأنها كانت في علاج، ديونه في علاج أو سببها علاج، وقد أثقلت كاهلي، مع العلم أن أصحاب الديون لم يحددوا وقتا، وأيضا أصحاب الأموال الذين دفعوا الزكاة لم يقولوا ادفعها لأحد معين. والله يا أخوان، مسألة تحمل الأمانات
وأخذ الزكوات هذه مسؤولية الإنسان في عافية منها، لأن فيه ناس يعلنون ونقبل كذا وهاتوا لنا كذا وهاتوا لنا كذا، هذا تحمل أمانات، هاتوا لنا صدقة الفطر يكدسونها عندهم ويفوت وقتها وهي عندهم، الزكاة يحبسونها عن وقتها والناس بحاجة إليها. فأنا ما أرى إن الإنسان يتحمل هذه الأشياء إلا إذا ابتلي بشيء، إذا ابتلي بشيء وطلب منه أن يوديه إلى أحد يحتسب. أما أنه يعرض نفسه يقول هاتوا لي أنا أدفع زكواتكم صدقاتكم أنا، فهذا أول شيء إن فيه تزكية للنفس، وثانيا أنه فيه إغراء للنفس، لأنه قد تجتمع هذه الدراهم كثيرة ثم يطمع بها ويأكلها، وحصل هذا كثير، تجتمع أموال عندهم كثيرة ثم إذا شافوا كثرتها طمعوا بها، تزوجوا بها ولا شروا بها بيت ولا، وهذا يحصل لأن النفس ضعيفة مع المال. والزكاة ما تحبس، تودى إلى أهلها في الحال، الزكاة على الفور لأن الناس بحاجة إليها، ليش تحبسها وتبقى عندك وتسأل عنها الآن؟ أما أنك تأخذ السداد ديونك استأذن منهم عندما يدفعون لك، قل أنا علي ديون وأنا معسر، هل أدفعها في ديوني؟ فإذا أذنوا لك ما يخالف. أما أنك تأخذها لغيرك ثم تدخلها لنفسك، لا، لأنه ما عمدك صاحب المال بهذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يعزل بين دروس أهل العلم الراسخين ويقول إن الشباب بحاجة إلى دروس تربية ودروس فهم للواقع، فهل من توجيه في ذلك وفقكم الله؟ نعم، هذا من صرف الشباب عن العلماء، فصل الشباب عن العلماء بهذه الحجة، هذا مبدأ شر، هذا مبدأ شر، والواجب ربط الشباب بالمساجد وربطهم بالعلماء وعدم فصلهم عن العلماء وعن المساجد. وهذا الكلام هذا يرد على صاحبه، لأنه كلام لا أصل له ولا حقيقة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه معلمة تسأل فتقول: أنا معلمة وأطلب من الطالبات إحضار أشياء بسيطة غير مكلفة لهم، لمن ترغب من الطالبات للشرح عليها أو لتقريب المفاهيم، وأضع درجة للطالبة على ما تأتي به، وأضع هذه الأشياء في المدرسة لتبقى لسنوات مقبلة، ثم يبقى شيء زائد، فهل يحق لي أن أوزعه على زميلاتي وعلى جيراني وعلى أقاربي؟ المعلم والمعلمة عليهم أن يؤدوا وظيفتهم التي كلفوا بها وهي التدريس، أما أنهم يجمعون الأموال فهذا ليس من شأنهم، هذا ليس من شأنهم ولم يكلفوا به، وأيضا يتحملون أمانة في ذممهم، فالمدرس يقتصر أو المدرسة يقتصر على عمله الذي كلف به ويؤديه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، طلب مني أحد الإخوة من خارج هذه البلاد أن أسأل فضيلتكم هذا السؤال، وهو أنه يؤجر أو يريد أن يؤجر محلا لحلاقة الشعر، فإذا فعل المستأجر في ذلك المحل شيئاً مخالفاً كوصل الشعر بالشعر مثلاً، فهل يجوز لصاحب المحل أن يأخذ أجرةً على ذلك؟ لا تؤجر إلا من تثق به، تعلم أنه ما يعمل محرم ولا يحلق حلاقة محرم، واشترط عليه أنه يلتزم بالحلاقة الشرعية، من أجل أنه إذا خالف تخرجه، تقول هذا مخالف للشرط، فأنت اضبط أمورك، لا تأجر من هب ودب وبعدين تقع في حيرة معه وهو يتسلط عليه ويقول أنا مستأجر وأنت أخذنا الأجرة، من الأول اشترط عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أخذ الانتداب من العمل رغم أن المنتدب لا يذهب إلى مكان الانتداب وإنما فقط تعتبر مكافأة من المدير المباشر
لأنه لا يوجد تحفيز من العمل للموظف فيكافئه مديره بإعطائه هذا الانتداب. هذا يحكمه النظام الذي وضعته الدولة، فإذا كان هذا يتمشى مع النظام فلا بأس، أما إذا كان هذا احتيال على النظام وكذب فهو ما يجوز. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو دورنا أهل السنة والجماعة في هذا الوقت حيال ما يتعرض له إخواننا من أهل السنة من قتل وتهديم للبيوت وحرق للمساجد من قبل الرافضة مجوس هذه الأمة، فما هو التوجيه لنا وفقكم الله؟ أنتم لا تملكون إلا الدعاء للمسلمين، ادعوا لهم بالنصر والتأييد وأن الله ينقذهم مما وقعوا فيه، والدعاء له مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، عليكم أن تناصحوا إخوانكم أنهم لا يتسرعون في الأمور أو يسمحون أن يدخل معهم من ليس معروفا عندهم وموثوقا عندهم، يندس قد يندس معهم أعداء يوقعوهم في هذا الشيء، فأنتم تنصحونهم في هذا الشيء. أول شيء بالرفق والتأني في الأمور وعدم الطيش، وأن الذي لا يقدرون عليه يتركونه، اللي ما يقدرون عليه يتركونه لأنه يجر عليهم شر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يلقى على ظهره السلا وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، ويؤذى أصحابه ويضربون ويسحبون في مكة، ولا أمر أحد أنه يضرب في الكفار أو يقتل أبا جهل أو يقتل الوليد بن المغيرة، أو لأن هذا يجر على المسلمين شرا وإن كانوا كفارا. فلما يقدرون هالمسلمين عليهم أنهم يصبرون إلى أن يكون عندهم إمكانية، يكون عندهم قدرة، انصحوهم بهذا، قولوا لهم لا توقعون أنفسكم أو يوقعكم عدو لكم يدخل بينكم ويورطكم بهذه الأمور. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.